أهلا وسهلا بكم في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تميز القاعدة النحوية الألف الفارقة وأيضا توظف القاعدة النحوية في جمل من إنشائك. كيف ننمي مهارة القراءة؟ يفضل تقسيم فترات القراءة على مجموعة من المرات خلال اليوم، القراءة لمدة 5 دقائق على الأقل، حيث يمكن القراءة مثلا أثناء الإفطار والغداء وحتى العشاء إذا كانت عادة القراءة محببة خلال هذه الأوقات، أو القراءة عند الذهاب إلى الفراش، بذلك يزيد عدد مرات القراءة في اليوم لمدة 10 دقائق. وفقا لبعض الأبحاث فإنه يمكن للفرد زيادة القراءة والمطالعة الخاصة به، كذلك تحسين التركيز عن طريق قراءة الكتب في وقت مبكر. يفضل أيضا عند الذهاب إلى أي مكان استحاب كتاب، سواء في السيارة أو المكتب أو إلى أي مكان يتم الذهاب إليه، ويكون فيه الفرد قادرا على القراءة مثل الانتظار عند الطبيب، وتعتبر قراءة كتاب طريقة رائعة للاستفادة من الوقت. تجب محاولة التقليل من قضاء وقت الفراغ على التلفاز والإنترنت لزيادة أوقات القراءة، فكل دقيقة لا يتم قضاؤها على الإنترنت أو التلفاز يمكن للفرد أن يستفيد منها في القراءة. ينبغي عدم القراءة في مكان غير مناسب، مثل القراءة في غرفة التلفاز أو القراءة بوجود أطفال أو مثلا قراءة في الحافلة المدرسية أو قراءة كتاب مع وجود شخص يستمع إلى موسيقى، لذلك يجب العثور على مكان هادئ ومريح مع إضاءة جيدة للقراءة. يفضل أيضا عزيز الطالب البحث على الكتب التي تستحوذ على التفكير وتشد القارئ إليها، حتى لو لم تكن هذه الكتب روائع أدبية، المهم أن تكون ممتعة، حيث أن الاستمرار في القراءة هو الهدف، وبعد أن تصبح القراءة عادة يومية للشخص يمكن بعدها قراءة الكتب الصعبة، ويفضل عدم قراءة الأشياء الصعبة جدا، بحيث يجب أن لا تكون هناك أكثر من 6 إلى 10 كلمات جديدة في الصفحة الواحدة. المفعول به عزيز الطالب يعرف بها لغة بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل نحو قولك قابلت خالدا، فإذا قلنا ما قابلت خالدا أو لا تقابل خالدا، فإن المراد بوقوع فعل الفاعل على المفعول به هو التعلق بما لا يعقل إلا به، فخالد في الأمثلة السابقة متعلق بالفعل قابل، وإن فهم الفعل قابل متوقف على خالد أو ما كان مكانه من المتعلقات يعرفه النحويون بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل، سواء كان هذا الفعل فعلا مثبتا نحو قولنا كتب التلميذ الدرس، حيث جاء الفعل في هذه الجملة هو الكتابة والتلميذ أوقع الكتاب على الدرس، أم فعلا منفيا نحو قولنا لم يقرأ أحمد القصة. أقسام المفعول به: يقسم المفعول به لقسمين، الاسم الصريح والمصدر المؤول، وسيتم توضيحه بالأمثلة. الاسم الصريح عزيز الطالب هو اسما صريحا نحو قولنا قابلت امرأة صالحة، وتعرب هذه الجملة كالآتي: قابلت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محرف فاعل، وامرأة مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما المصدر المؤول نحو قولنا أحب أن تفوز، وتعرب هذه الجملة كالتالي: أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تفوز فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن تفوز في محل نصب مفعول به. عوامل النصب المفعول به: الأصل أن الفعل هو العامل الذي يحدث النصب في المفعول به، كقولك زار زيد ياسرا، فجاء هنا ياسرا مفعول به منصوب وعامل النصب فيه الفعل زار، غير أن هناك عوامل أخرى تعمل على عمل الفعل وتحدث في المفعول به النصب. أيضا الصفة المشبهة لاسم الفاعل هي لا تنصب الاسم على أنه مفعول به، بل لأنه مشتبه بالمفعول به، لأن الصفة المشبهة تأتي في جملة تتكون من فعل لازم وفاعل ولا تستوجب مفعولا به، نحو قولنا عمرو نظيف ثوبه، ثوب مشبه بالمفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هناك عزيز الطالب جمل كليلى كاتبة روايتها، محمد جميل عمله، أنهى المعلم محاضراته. إذن عزيز الطالب المفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل، مثل كرم المعلم التلميذة، الفلاح زرع الحقلة، التلميذة هنا مفعول به والحقلة مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا دائما وعلامة نصبه الفتحة
إذا كان مفرد وجمع تكسير، الياء إذا كان مثنى وجمع مذكر سالم، والكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. المفروض به يمكن السؤال عنه بماذا إذا كان غير عاقل. أيضا في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تقوم بعمل مشروع للوحدة، وهو أولا تحديد الهدف من المشروع ودراسة ومعرفة ما يتطلبه المشروع واتخاذ القرارات السليمة لمواد المشروع، أيضا ضمان عدم ضياع وهدر الوقت بلا جدوى، وتحديد ما يجب أن يدرسه الطلاب في هذا. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.